السلام عليكم، ازول عليكم الخوت، لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نسوس مساء، مرحبا بكم في ايت حمد، بالضبط اقرضنت مسكيد. البلاصه هذه اللي بعيده على اكادير تقريبا حوالي 152 كيلومتر تقريبا. في حاله الا جيتي من اكادير لتيزنيت لانزي، لا هذه البلاصه، هذه البلاصه هذه سميتها اقرضنت مسكيد. هذه البلاصه هذه اللي معروفه بالشجر الارغان والشجر الخروب والاعشاب الطبيه والمناظر فأجي من طرف على جميع. سو قبل ما نمشيو اخوتي غادي نلبس اللباس التقليدي ديال هاد المنطقة. فوقيا غندير ديك اللعيبة ديالها. ايوا اخوتي، كي جاتكم فوقيا مزيانة؟ ها كدا دغولي على الحطة. ايزو كان كل شيء على ايزو كان اخوتي. شوفوا اخوتي على منظر، صراحه واحد المنظر اللي طبيعي وجميل 100%. شوفوا اخوتي صراحه منظر واعر. ان شاء الله غادي نديكم لهاد الجبل هذا، الجبل هذا سميتو جبل طنجة. غنديكم حتى لهاد النقطة باش تشوفوا المنظر من الفوق، صراحة واحد المنظر اللي واعر وزوين بزاف. شوفوا اخوتي المهم بقاو معنا حتى الاخر باش تشوفوا اخوتي المنظر من الفوق من هاد النقطة هادي من هنا ان شاء الله. شوف اخوتي على منظر. اوب غنقلب لكم الكاميرا باش يبان لكم مزيان. شوف اخوتي على منظر، راه المنظر اللي زوين وهائل. شوف اخوتي منظر طبيعي 100%. شحال هادي كانوا الناس على البلاصه هادي كانوا كيسميوها الجنة حقي وكل، بمعنى الجنه فوق الارض. كان باراديس في اكادير وكان باراديس اخر في اكرنت مزيد. شوف اخوتي اوب ان شاء الله غادي نمشيو لهاد الجبل هذا وهذا، غادي نتبعو هاد الطريق حتى الفوق ان شاء الله. هي باينه وواضحه، طريق مدرسي باينه. شوفوا اخوتي على المنظر. دابا حنا اخوتي وصلنا لنص الطريق، قربنا نوصلوا. هاد البلاصه هادي سميتها تلملوز. شوفوا اخوتي على المنظر. يلا اخوتي بقاو معنا حتى الاخر، ما تمشيو فين.
واخيرا واخيرا وصلنا اخوتي. شوفوا اخوتي على منظر، شوفوا اخوتي على منظر، صراحه واحد المنظر اللي واعر بزاف. بحال هاد الامور هادو كتبقى تشوفهم تعيا ما تشوف وتقول سبحان الله العظيم. الفيديو الجاي ان شاء الله اخوتي غادي نديكم لهاد الجبل هذا. هاد الجبل هذا اخوتي سميتو ازرقو. الصراحه اخوتي المنظر من تماك واعر بزاف. شوفوا اخوتي على منظر، شوفوا اخوتي. دابا غادي نديكم اخوتي لتحت ديال هاد الجبل، ديال هاد الجبل ديال طرنشا. بقاو معنا اخوتي حتى الاخر ديال الفيديو. صراحه اخوتي المنظر من تحت واعر بزاف. بحال هادو اخوتي مزيانين تردو ليهم البال، هادو دايرين بحال لي فليش، هادو كيديروهم باش انك تعرف الطريق باش ما تلفش. اوب غادي نكملو على الطريق ديالنا اخوتي. النقطة فين غنمشيو اخوتي؟ النقطة بالضبط ها فين كنا. ها فين كنا اخوتي؟ طب هذا هو الجبل، هو هذا، هو هذا هو الجبل ديال طنجة. انا فين كنا؟ اوبا، واخيرا اخوتي وصلت لديك النقطه هي هذه. اوب هذا هو الجبل ديال طنجة ملور. اوب انا فين كنت قويله على البلاصه هذه، هذه النقطه هذه. فهاد البلاصه الزوينه اخوتي غادي نقول لكم شكرا بزاف حيت تفرجتوا فيا حتى الاخر، وغنقول لكم بسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. اكونين غين، باي.